يقول السائل: ذكرتم في كتاب التوحيد أن الانتماء إلى المذاهب الإلحادية والأحزاب العلمانية ردة عن الإسلام، ولما قرأ البعض هذا الكلام وكان متحزبا ترك حزبيته وأخذ يحذر الناس من الحزبية ويقول لهم: الحزبية لا تجوز وهي ردة عن دين الإسلام. السؤال: هل ما فهمه هذا الشخص من فضيلتكم صحيح؟ وهل الانتماء إلى كل الأحزاب ردة؟ أنا ما قلت الانتماء إلى كل الأحزاب، أقول العلمانية والأحزاب الإلحادية الملحدة التي لا تؤمن برب، هذا هو الردة. أما الأحزاب التي لا تصل إلى الردة لكن عندها بعض المخالفات أو بعض البدع، هذا ليس ردة، هذا يعتبر خطأ لكنه لا يصل إلى حد الردة. فأنت اقرأ الكتاب وتشوف أنه مقيد، ما هو مطلق، مقيد بالأحزاب الكافرة. الذي ينتمي إلى الأحزاب الكافرة هذا يكون مثلهم كافرا، أما الذي ينتسب إلى المسلمين هذا مسلم، ولكن الأحزاب التي عندها مخالفات ينبغي له ما ينتسب إليها، ولكن لو انتسب إليها لا يعتبر كافرا. ينبغي أنكم تفهمون الكلام، ما تأخذون على إطلاقه تحملون الكاتب أو القائل ما لم يقله أو ما لم يكتبه. نعم.